أهلا بكم. في هذه الآية الكريمة توضيح لأهم صفات المتقين، جعلنا الله منهم، اللهم آمين. لو حضرتك مهتم بالرياضة وسألتك على نتيجة مباراة هتكون بكرة، بتقول الله أعلم، دي حاجة في علم الغيب. وإذا قررنا إن احنا نروح نتفرج على المباراة في الاستاد، فالأفضل إن احنا نشوف الحالة الجوية عن طريق النشرة الجوية ونقرر هل الجو هيبقى مناسب للخروج ولا نقعد في البيت أحسن. ده هو بالظبط الفرق ما بين الغيب والمحسوس. هل علم الغيب مرتبط بس بالمستقبل ولا ممكن كمان يشمل الحاضر والماضي؟ كلنا نعرف سيدنا سليمان، كم كان ملكه عظيما، سخر له الله الجن والطيور والحيوانات والرياح، وعلى الرغم من سلطانه وقوته ما كانش عنده علم ان في مملكة اسمها مملكة سبأ في اليمن تسجد للشمس اللي اخبره كده الهدهد. معنى كده ان علم الغيب مش مرتبط بس بالمستقبل، لا ده ممكن كمان يكون في الحاضر وحتى في الماضي. في ناس كتيرة ما يعرفوش ان اول الخلق هو سيدنا ادم والسيدة حواء، مؤمنين بنظرية لعالم اسمه داروين في علم التطور، بتقول ان اصل الانسان كان قرد. الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه بيوضح لنا الفرق ما بين عالم الغيب وعالم الحسيات او المحسوسات. عالم الحسيات مش متوقف فقط على الحواس الخمسة اللي احنا كلنا عارفينها، لا ده هناك العديد من الحواس الاخرى التي وهبنا الله عز وجل لنقوم بشؤون حياتنا. هناك من الحواس ما لا يعلمها الا الله عز وجل، انعم بها علينا للتعرف على الاشياء. يعني مثلا عندنا الجسمين دولت، واحد اتقل من التاني، ازاي اقدر اتعرف على الوزن؟ عن طريق حاسة العضل. اجهاد العضل لما بيزيد بعرف ان الجسم ده اتقل من الجسم ده. وعند شراء الملابس بستعمل حركة الانامل على القماش عشان اعرف ملمس القماش، نعومته وسمكه. هذه الحاسة تسمى حاسة البين. وبيأكد الشيخ الشعراوي ان جميع البشر لا يختلفون على العلوم الحسية زي علم الفيزياء والكيمياء، لان الحس هو يقين. لكن لما ننتقل للحديث عن الغيب هنجد هناك فئتين، فئة مؤمنة بالغيب المؤمنون، وفئة أخرى كافرة بالغيب لا تؤمن به اللي هم الملحدون والماديون. قال الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فنحن مؤمنون بالله ولم نراه، مؤمنون بوجود الملائكة والجن ولم نراهم، مؤمنون باليوم الآخر ولم نراه. وعموما فإن الجدال مع الملحدين والماديين لا يجدي كثيرا، وهناك من العلماء الأفاضل من جادلهم وبين لهم زيف واقعهم واعتقادهم. وعلى سبيل المثال التوضيحي، أنت لك روح لم ترها، تشعر بوجودها ولم ترها، تدرك أثرها في جسمك ولم ترها. فإذا خرجت الروح من الجسد أصبح جثة هامدة تتعفن وتصبح جيفة، فكيف بخالق الروح؟ سئل أعرابي بما عرفت ربك؟ فقال: البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير. فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا تدل على العليم الخبير؟ وها هو أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أخذ يبحث عن الله، بدءا من الكواكب فالقمر فالشمس، وأخيرا توصل إلى الله عز وجل. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي،
فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فإذا استقر في قلبنا الإيمان بالله وهو القمة الغيبية، كان لابد لنا أن نؤمن بكل ما أخبرنا به الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. فمن يقول لك أنه لا يؤمن بالملائكة أو لا يؤمن بالجنة والنار وأنه يحتاج إلى دليل فهو أحمق جاهل لا جدوى من الجدال معه. وتاني صفة للمتقين أنهم يقيمون الصلاة. فإذا علمنا أن بين الرجل والكفر ترك الصلاة، وأن الصلاة هي الركن الوحيد الذي لا يسقط تحت أي ظروف، فيمكن أن تصلي قائما أو جالسا أو مضطجعا أو برمش العين حسب استطاعتك، وأنه يجب أن تصلي سواء كنت في حال السلم أو الحرب. وعلشان نقيم الصلاة بالوجه الصحيح لازم نعرف 3 حاجات: شروط الصلاة، أركان الصلاة، واجبات الصلاة. والصفة الثالثة للمتقين في هذه الآية الكريمة: ومما رزقناهم ينفقون. فإذا علمنا أن التقطير على الأهل في الإنفاق والإمساك والبخل صفة ذميمة، كان لابد لنا من التمتع بهذه الصفة الإنفاق. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم أنفق عليك. وفي كل صباح يأتي ملكان فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة ولا الفقر. ولا يشترط أن يكون الإنفاق مالا، فأنفق مما أعطاك الله. فإذا أعطاك الله جاها فأنفق هذا الجاه على كل ذليل، وإذا أعطاك الله علما فأنفق هذا العلم على كل جاهل، وإذا أعطاك الله القوة فأنفق هذه القوة على كل ضعيف، وإذا أعطاك الله الحكمة فأنفق هذه الحكمة وأصلح بين المتخاصمين، وإذا أعطاك الله عز وجل وقت فراغ فأنفق هذا الوقت على الأيتام وكبار السن فيما يفيدهم. جزاكم الله خيراً.